السلام عليكم. أوكي، صار فترة ما عملنا فيديو، فقلت نسوي فيديو ثاني على مادة الـ Offensive Software Exploitation. فيديو هذا راح أغطي به اللي هو الجزء العملي من موضوع الـ SEH Structure Exception Handling. المرة الماضية أظن تكلمنا عنه بشكل بسيط. هاي المادة، يعني الفيديو هذا اليوم جزء منه نظري بسيط، يعني جزء جدا بسيط نظري، بعدين نروح للجزء العملي. فما راح يعني السلايدات راح اتركها لكم تقروها وتراجعوها، بس فعليا راح بس اشرح بعض الاجزاء البسيطه فيها. اول مثال بالستراكشر اكسبشن هاندلنج راح ننفذه على الفيرنبل سيرفر مره ثانيه، اللي هو قلنا عباره عن ابلكيشن تم برمجته انه يكون بـ vulnerabilities بشكل متعمد، وذلك لاغراض التدريب. فراح نستخدم اول واحد، وبعدين بالفيديو اللي بعده نشوف يعني ابلكيشن ثاني، بس حاليا نمشي بهذا. هسه اذا تتذكروا حكينا عن SEH بشكل عام. SEH Structure Exception Handler، الفكرة منها أنه أنت المفروض كمبرمج لما تبرمج البرنامج تبعتك، إذا كان في خلينا نقول مشاكل ممكن تحصل وغالبا راح تحصل بأي برنامج، تكون أنت تحاول إيش تسوي، تحط Exception Handlers لهاي البرنامج لهاي المشاكل. شنو قصدي؟ يعني مثلا أنت بالبرنامج لما تبرمج الكود، إذا لنفترض عندك برنامج يشتغل على النتورك ويحتاج النتورك، يعني يحتاج مثلا يتصل بالإنترنت، فممكن أنت يعني أثناء البرمجة تخلي مثلا تشيك معين، انه او يعني عمليه فحص معينه، انه اذا الانترنت مو موجود البرنامج يطلع رساله للمستخدم انه الانترنت غير موجود فما راح اقدر اشتغل. هسه اذا ما حطينا هذه يعني عمليه الفحص، اللي راح يصير انه البرنامج يحاول يشتغل ما يلاقي فيه انترنت فيعمل كراش، يعني يسوي شت داون او اكزيت ترمينيت بشكل مو بشكل سليم. فلو انك انت عملت عمليه التشيك هاي او الفحص ما وصلنا لهاي المرحله. هسه هذا طبعا مجرد مثال. يمكن اذا تتذكروا ايضا ضربت مثال اخر، انه لو انت عندك مثلا برنامج تدخل يوزر نيم وباسورد، اذا انت ما عملت عمليه الفحص انه مثلا اليوزر نيم لازم يكون عباره عن حروف، مثلا ممكن يكون حروف وارقام، لكن مثلا ما ممكن يكون حروف وسبيشال كاركترز، يعني مثلا الرموز هاي اللي هي مثلا الزائد، الضرب، النسبه، علامة الدولار ساين إلى آخره. هذول إذا أنت مثلا ما عملت عليهم تشيك، ممكن يجي يوزر، ممكن عن طريق الخطأ أو ممكن عن طريق العمد، أنه يحط هاي الرموز، وبالتالي إيش راح يصير بالأبليكيشن؟ يعمل كراش. ليش؟ لأنه دخلنا قيمة هو مو مهيئ أنه يتعامل معها. فإذا كان موجود عندك أنت بالبرنامج Exception Handling، فأنت راح تحل المشكلة بين الأساس من البرنامج نفسه، يعني من الكود نفسه. لكن إذا ما موجود إيش اللي راح يصير؟ ويندوز قبل لا يقول، يعني مثلا قبل لا البرنامج تبعتك يقول أو ما في إنترنت راح أعمل كراش وخلص ويعمل كراش، لا، الويندوز يقول لك أوكي خليني أنا أحاول أساعدك. فعنده هو مجموعة Exception Handlers راح يحاول هذا Exception Handler تساعد الابليكيشن إنه ما يعمل ترمينيت بشكل قسري او بشكل يعني اجباري، ومثلا ما يعمل فري للريسورسز الى اخره. فايش يسوي؟ ياخذ يعني لما البرنامج قبل لا انه يعمل كراش، راح ياخذ البرنامج يحاول يقدم له مساعده، انه والله انا عندي الاكسبشن هذا، هل نقدر نساعدك فيها؟ اذا قدر ممتاز، ما قدر يروح للي بعدها. ففي سلسله من الاكسبشنز راح النظام يمر عليهم، بالأخير إذا ما في حل ولا واحد منهم إيش راح يسوي؟ يعمل كراش. هذا طبعا ذكرناه المرة الماضية. هسه الـ SEH Frame Overwrite Attack هي فكرتها إنه إحنا نعمل Overwrite على
الاس اتش فريم. هسه راح نشوف الاس اتش فريم من ايش متكونه. احنا ذكرناها المره الماضيه. ميزه الاس اتش فريم هي انه لو كان عندك انت, خليني بس مثلا خلينا نشغل ال, بس حتى مجرد مثال يعني حتى بس اوضح الفكره اللي عندي. هسه تخيل لو نفترض هاي القيمه, مجرد مثال, تخيل لو نفترض هاي القيمه هي كوكي وون عندي اي اس بي هذا مثلا, تمام. المهم تخيل انه هذه مثلا القيمه هي كوكي, وتخيل مثلا عندك هاي قيمه اللي هي الاي بي بي عندي 80 اللي هي هاي فعل تقريبا اتوقع هاي فعليا وين صح 60 اف اف 80 60 اف اف 80 والله هذه هي الاي بي بي فعليا ممتاز, وهاي معناتها الاي اي بي. تخيل هذول عندك الريترن ممتاز. تخيل هذه هي عباره عن كوكي, انسى الكلام اللي موجود هنا انساه. تخيل هاي عباره عن كوكي. هسه اذا تتذكروا فكره الكوكي الهدف منها ايش يسوي؟ يعمل منع لعمليه البفر اوفر فلو. ليش؟ لانه لو هذا الكوكي هو رقم عشوائي انحط على الستاك, فلما الفانكشن الحاليه اللي شغاله تخلص ايش راح يسوي؟ يريد يرجع على منو؟ على الفانكشن اللي نادته. فايش راح يسوي فكره الكوكي اذا تتذكروا؟ راح يجي تشيك هاي القيمه اول, هل القيمه اللي موجوده هنا هي نفس القيمه اللي احنا كتبناها؟ اذا مطابقه معناته الكوكي ايش؟ ما تعدل. اذا غير مطابقه معناته الكوكي هذا ايش ماله؟ اتعدل. فبالتالي يعمل كراش الابليكيشن لانه الكوكي او هذا الراندوم فاليو اتعدلت, فبالتالي في احتماليه انه احد عدل عليها. هسه لما يكون عندي SEH اتاك او SEH فريم اتاك, تمام, هذا عمليه الاوفر رايت راح تخليني اتجاوز الكوكي. ليش؟ لان انا ما راح ارجع اصلا اعمل كول لمين؟ للفانكشن اللي قبل. يعني احنا ما راح نرجع اصلا للفانكشن السابقة اللي هي اللي نادت الفانكشن الحالية اللي عملت الكراش مرة ثانية. عندي فانكشن نادت فانكشن ثانية, لما نادتها ايش راح نسوي؟ نضيف كوكي وين؟ على الستاك. هسه الكوكي الهدف منه ايش؟ انه لما اخلص الكول, لما يعني خلص الفانكشن اللي ناديناها, خلصنا الشغل تبعها, ايش نسوي؟ نرجع للي قبله. هسه حتى ارجع للي قبله لازم اتشيك الكوكي, هل الكوكي تعدلت عليه ولا لا. اذا تعدلت معناته ايش عندي؟ انه في احتماليه انه الستاك عمل عليه اوفر رايت, فبالتالي يعمل كراش للابلكيشن, تمام. فمعناته لما نستخدم الاسيتش فريم انت اصلا ما راح ترجع للفانكشن السابقه, فبالتالي انت خلينا نقول راح تاخذ مسار مختلف بالكامل, راح تاخذ مسار وين مختلف بالكامل, فما راح ترجع للفانكشن السابقه. مثل ما قلت لكم هذه طبعا السلايدات راح اترك لكم اياها, انا راح اروح على هذا الدايجرام توضح, طبعا هذا الدايجرام من ايضا من بيتر توضح الفكره اللي راح تصير عندي. هسه احنا اول حاجه هذا خلينا نقول عندي الابلكيشن ايش راح نحاول نسوي فيه؟ نعمل اكسس فايليشن او بغض النظر اي 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 نوع من اكسبشن, اي حاجه تخلي الابلكيشن يعمل كراش او يعمل خلينا نقول يحتاج الى اكسبشن, يحتاج الى احد يقول له تعال خليني انا احل مشكلتك. فاول حاجه احنا راح نحتاجها انه نعمل ايش؟ نخلي البرنامج يسوي عمليه خطا معينه, هذا الخطا يسوي اكسبشن. فالاكسبشن ايش راح يسوي؟ اول حاجه يعمل كول للكرنت ستراكشر اكسبشن هاندلر اللي هي الحاليه. هسه تتذكروا قلنا اذا الحاليه حلت المشكله ممتاز, ما حلت المشكله شو نسوي؟ نروح للي بعدها, تمام. واذا تتذكروا هي عباره عن فريم, كل فريم فيها تو ادرسز, الادرس الاول يأشر للثاني, والادرس هذه يأشر وين؟ على الكود تبع الحل, تمام. الادرس هذا المفروض يأشر على الكود تبع الحل. شوف اللعبه اللي احنا راح نسويها, اللعبه او يعني الالتفاف على الموضوع اللي راح يصير, انه احنا لما صار عندك انت اكسبشن اول حاجه اللي راح يصير البوينتر للنكست اكسبشن هاندلر وين راح ينحط؟ على الستاك. البوينتر للي بعد وين راح؟ على الستاك. وعندي الكرنت فالي ايضا, الادرس للكرنت ايضا وين موجوده؟ طبعا على الستاك. هسه حتى ارجع لهاي احتاج الى عمليه
بوب بوب ريتيرن. طبعا بوب بوب ليش؟ حتى تشيل لي قيمتين من الستاك والريتيرن حتى تاخذ ايش هذا الادرس. طبعا اذا تحسبوها عندك تو فاليو لما انت راح تضيفها على الستاك فعليا، تمام؟ لما تضيفها على الستاك وتعمل كول للهاندلر، انت عندك حتى ترجع على هاي القيمه عندك تو فاليوز موجودين. وين موجودين؟ على الستاك اللي هم اي بي بي واي اي بي السابقه. فحتى اشيلهم احتاج اللي هي البوب بوب، شلناهم اللي انضافوا، والريترن حتى ارجع وين؟ على هذه الادرس. طبعا الحكي سهل بس طب يعني الحكي خلينا نقول يمكن مو كثير واضح، بس هسه راح نطبقها. فمره ثانيه لما انت سويت هذا الكول، هذه كول لفانكشن تقريبا، فعليا هي فانكشن، فايش راح يصير؟ راح نضيف الادرس للنكست وين؟ على الستاك، واللي هي بعدها حتى موجوده هون ESP زائد 8 لانه تبعد عن ال ESP عن التوب اوف ذا ستاك 8 بايتس، معناته عندي تو ادرسز وين؟ على الستاك. البوب بوب، البوب الاولى تشيل الادرس الاول، البوب الثاني تشيل الادرس الثاني، والريتيرن ايش راح تسوي؟ تاخذ لي هذا الادرس وين تحطه؟ بالاي اي بي. احنا هذا الادرس راح نعمل عليه اوفر رايت بايش؟ بادرس وين يوديني؟ على الشيل كود تبعتي. نعيد كل العمليه، راح اسوي فايليشن بغض النظر، يعني نحب نعمل اي عمليه اكسبشن. الاكسبشن هاي شنو معناته؟ راح نسوي، راح تقول لك تعال يا هاندلر، راح يجي الهاندلر يقول لك خليني احاول اساعدك. هذا الهاندلر حتى يساعدك المفروض ينفذ لي كود. طبعا هو احنا ما راح ينفذ كود، راح ينفذ الكود تبعنا. الكود تبعنا احنا راح نحط فيه ايش؟ بوب بوب ريتيرن. ليش راح احط فيه بوب بوب ريتيرن او ادرس فيه بوب بوب ريتيرن؟ حتى اقدر ارجع لمين؟ انادي اللي هو النكست. ليش؟ لانه هذا الهاندلر باعتبار انه ايش؟ ما قدر يحل لي المشكله. هو فعليا ما راح يحل المشكله، فهذا لانه ما راح يحل المشكله المفروض احنا ايش نسوي؟ النادي الهاندلر اللي بعده. وين الهاندلر اللي بعده؟ هذا الادرس تبعته. طبعا هذا الادرس احنا عملنا عليه ايضا اوفر رايت حتى ياشر وين؟ على الشيل كود، وبالتالي ننفذ الشيل كود. تمام؟ فشايفين هذه العمليه الاولى، العمليه الاولى تنادي تكون عاملين احنا اوفر رايت، فالنادي اللي هي بوب اب ريتيرن، البوب اب ريتيرن تيجي تنادي اللي هي البوينتر للنكست ستراكشر اكسبشن هاندلر، وهذا فعليا ياشر على الشيل كود وينفذ لنا الشيل كود تبعنا. طبعا مثل ما قلت لكم السلايدات كلها توضح هذا الكلام، انا هاي راح اتركها لكم ونحاول نمشي يعني نطبق الموضوع بشكل عملي. طيب اسول حاجه، خلينا ايضا نشوف، حلو انه نسوي مجرد ايضا مثال اخر على اذا تتذكروا الفازنج. فخلينا نسوي فاز لهذا الابلكيشن، خلينا نسوي فازنج لهذا الابلكيشن. طبعا خلينا نشغله اول، خلينا نشغله اول، وفعليا ايضا خلينا تمام، خلينا ايش نسوي؟ نشبك عليه نتكات 10 10 0 20 99 99. طبعا شبكنا عليه اذا تذكروا help، عندنا عدة commands. طبعا يا اما انك تقعد صراحة تجربهم كل الكوماندز وتشوف من هذول الكوماندز اللي ممكن يسبب لي SEH، يعني خلينا نقول memory corruption من نوع SEH، او احنا نعرف صراحة انه الجيمون فعليا هو اللي يسوي لي هذه المشكلة. فجيمون ماشي مع ديتا، طبعا اذا تنفذها شايفين جيمون يعني ياخذ ديتا معينة. كم هذه الديتا؟ العفو، كم هاي الديتا؟ مو معروفة بالنسبة لنا، هسه راح نجربها. تمام، فممكن يعني انت تودي بفر كبير، ممكن نقول نسوي هيك بس حتى نشوف حاجة كبيرة. إذا تلاحظوا عادي جيمون شغال، هل علق البرنامج؟ لساته شغال، ما يعني ما صار فيه أي مشاكل. فإذا تلاحظوا إحنا راح نستهدف الجيمون، والبرنامج إذا تلاحظوا لساته شغال. طيب خلينا نعمل overflow على الجيمون من البداية. خلينا نشغل Wireshark، تأكد انه على هذا اوكي.
طيب هسه خليني بس اشوفكم اللي هي اللاب اس بي كي فايل اللي عملناه اللي هو تبعت سبايك الفزر. الريد لاين مجرد تذكير، الريد لاين حتى تقرا اول سطر من الابلكيشن اللي هي كانت الرساله الترحيبيه ويلكم الى اخره. بعدين الكوماند اللي هو سترينج وحطينا الفراغ، سترينج معناته هاي قيمه ثابته. بعدين string variable معناته ودي لي data بشكل عشوائي، وهاي مجرد حتى يعني فاصل بين كل قيمة وقيمة. وحطيناها انه sleep 5 حتى اقدر اشوف يعني ما يرميهم وما لحق اشوف ايش اللي قاعد يصير. ومرة ثانية مثل ما سوينا المرة الماضية generic send TCP، راح نستخدم TCP بالفزر هذا. هذا IP، هذا port number اللي شغال عليه ال vulnerable server، هذا ال SPK file تبعنا، وبلش لي من الأول و يعني بلش لي من 00. خلينا نعمل اللي هي run. عسدة تلاحظوا ودى أول قيمة هاي شغالة، ودى ثاني قيمة، وخلينا نشوف الديبجر. إذا تلاحظوا الديبجر وقف، فشنو معناته؟ وحتى هون إذا تلاحظوا البرنامج شبه علق، يعني البرنامج طبعا هنا علق والبرنامج هنا طبعا احنا لانه حاطيه 5. فتلاحظوا عند ال 504 فعليا هو ايش صار؟ البرنامج عمل كراش. خلينا نوقف واير شارك ونشوف وين صارت عندنا المشكله. هسه هاي كانت اظن الكيس الاولى، خلينا نشوف الكيس الثانيه. أظن خلينا نشوف الكيس الأولى، مو غلط. I follow TCP. إذا تلاحظوا هاي الكيس الأولى ما كان بيها أي مشكلة. خلينا نشوف اللي هي اللي بعد. تمام، خلينا نشوف اللي هي السيكونس الثاني. هذه كم كانت؟ خلينا بس دقيقة. تمام، وهاي اللي هي هذا طبعا كل الكونفرزيشن احنا هاي اللي وديناها. اذا تلاحظوا 509 بايت. طبعا 509 بايت شباب لانه عندنا، اذا نرجع نفتح ال اس بي كي، لانه عندنا طبعا اذا تلاحظوا هو وقف على 504 بس عندنا 1 2 3 4 5 ف 5 و 504 عفوا 5004 5004 اللي هم 5009 بايت هذول. فتلاحظوا هذه هي اللي سببت عندنا الكراش. هاي اول حاجه. الحاجه الثانيه اذا تلاحظوا فعليا عندنا هذه الداتا هي اللي ايضا سببت لي الكراش، يعني كان عندي فراغ وبعدين هاي القيمه تمام كانت جزء من عملية اللي هي الكراش. فخلاص خلينا هذا بعد ما نحتاجه، خلينا نعمل اللي هي ريستارت ونبلش بالاكسبلويتيشن تبعنا من خلال كود البايثون. طيب هذا نشوفه شغال كله تمام. طيب ايضا جهزت كود اللي هو كود البايثون التمبلت. طبعا هنا نفس اللي استخدمناه المرة الماضية بس هذه خلينا نعدلها. هاي هسه جيمون بدل ترن. والباد اذا تلاحظوا كان عندنا قلنا 5004، فخلينا نضربها ب 5004 ويا هسه هذا كله تمام. يعني مجرد تفكير استخدمنا السوكيت، هذا الكوماند اللي يريد نفته، هذا اللي هي ال 5004 بايت اللي يريد نضيفه على هاي، فراح نسوي سي ام دي زائد الباد، بعدين راح نرسلهم. هنا عملنا السوكيت، عملنا الكونكشن، اتصلنا عليه، عملنا ارسال، طبعنا الحاجه اللي قاعدين نرسلها، وانه تم الارسال سكسسفولي الى اخره. طيب خلينا نجي ننفذ اللي هو اللاب. تمام، قال لك انه هذا الحاجه اللي نفذناها وعدنا ايش صار. صار عندنا عمليه الكراش، الابلكيشن عمل اكسبشن. تمام، هسه حاجة مهمة هنا إذا تلاحظوا، هسه عمل الاكسبشن بس هل عندنا كنترول على اي اي بي؟ جواب لا، ما عندنا كنترول على اي اي بي. طيب والحل؟ هسه احنا ما عندنا كنترول على اي اي بي،
اذا تلاحظوا الاي بي بي عندنا يؤشر على الايز، عندنا الاي دي اكس يؤشر على نعمل اوفررايت بي ايز، عندنا الاي سي اكس يؤشر على بدايه الايز، فعندنا عده حاجات. لكن الحاجه المهمه جدا بهنا بهاي الحاله اللي هي الاسي تشين. تفرجوا على الاسي تشين النكست، اذا تلاحظوا شو مالها انعمل عليه اوفررايت، والحاليه ايضا عمل عليه اوفررايت. خلينا نرجع على السي بي يو نتفرج عليها. اذا تلاحظوا هسه بالتشين هذول شايفين، هسه لو نزلنا تحت هاي بس حتى نشوف خلينا ننزل وين عندي هاي، خلينا نحاول انزل بيها بشكل يدوي. اوكي تمام. اذا تلاحظوا البوينتر للنكست اسي اتش ريكورد ايش نعمل عليه اوفررايت بالاربعات الايات 41 والكرنت اسي اتش هاندلر الحالي اللي المفروض يتنفذ ايضا ايش صار فيه 41 41 41. ممتاز. هسه كيف معناته احنا اللي هي كيف معناته راح ان يكون عندنا كنترول، احنا عندنا كنترول هناك بس مو على اي اي بي. تمام. هسه المفروض الاسي اتش تشتغل، فمعناته الاسي اتش يحاول انه يشغل الكود. تمام. فالاسي اتش تروح وين؟ بالاي اي بي. طب كيف نسويها؟ اعمل شيفت F7 F8. اذا تلاحظ ايش صار، انت قاعد تقول له نفذ لي ايش اللي هي الاكسبشن. فهسه صار ال 41 41 41 ايش مالهم انكتبوا وين؟ على العمل اوفررايت، يعني وين؟ على الاي اي بي. مره ثانيه احنا عملنا اوفررايت على النكست اسي اتش والاسي اتش هاندلر، فلما قلنا له نفذ لي الاكسبشن هاندلر، حاول تنفذه، هذا المحاولة التنفيذ فعليا عملت ايش؟ اوفررايت على الاي اي بي. ليش؟ لانه هذا المفروض الادرس يوديني وين؟ يوديني على الهاندلر، لكن الهاندلر فعليا احنا الادرس اللي المفروض اروح عليه بطل موجود، صار موجود عندي اللي هي ال 41 41 41. ممتاز. هل عندنا كنترول؟ الجواب يس. تعالوا هسه ايش نسوي؟ نعيد العملية وحتى نعرف كم الاوفست اللي نحتاجه، كم الاوفست اللي ايش راح نحتاجه. هاي راح اجيبها على جنب حتى نعيد العملية كلياتها، بس مثل ما قلت لكم كليات الكلام فعليا موجود بالسلايدات. طيب خليني او تقريبا يعني تقريبا موجود بالسلايدات، يعني خلينا نقول خلينا نعمل كوبي من البايثون كود هذا ونسوي A أو B dot py. أوكي then هسه أو نسينا حاجة، نسينا نعمل اللي هي SMSF pattern create. اللينث عندنا 5004، خلينا نأخذهم هذول حتى إيش نسوي؟ نضيفهم بدل هاي. عندنا هسه عندنا الكود، هسه عندنا بايثون سميناه اي ولا بي؟ او بي. طيب تمام هذا شغال، كله شغال تمام. نفذ اوكي، بعث هاي، عمل كراش تمام. واذا نزلنا للاخير حتى نشوف الهاندلرز هذول، تلاحظون كتب عليهم بحاجات معينه. طبعا اذا جينا على الاسي اتش هاندلر طبعا الت تو اس توديك عليهم. اذا تلاحظوا هذول اللي هم هذا الكرنت هاندلر وهذا النكست. هسه مره ثانيه F7 F8 صار عندي الهاندلر، صار هذا وين؟ بالاي اي بي. فخلينا ناخذ هاي الفاليو حتى نحسبها، هاي الفاليو حتى نحسبها. عندنا مسافه pattern offset minus query، نشوف هذا الفاليو وين موجود. فيقول لك موجود وين؟ على 35 51. طيب خلينا ايش نسوي هسه؟ لاب
B نسميه لاب سي دوت بايثون وفي اي ام هسه هاي راح نسويها pad equal a ضرب كم قلنا 3551 وبعدين عندنا اللي هي ال SEH خلينا نحطها اللي هي B اوكي ال SEH اللي هي B خلينا نمشي بس SEH اللي هي B تمام اوكي طبعا نقدر نسوي حاجة ثانية يلا نسوي بالمرة اللي بعد خلينا هاي خلاص ما نريدها بس هسه عندنا الباد زائد SEH صح وفعليا احنا ممكن نحط اللي هي NSEH خليها هي البي ضرب 4 وهاي خليها اللي هي ضرب 4 طيب فهاي راح تكون اللي هي next SEH وهاي اللي هي ال SEH اعتقد غلطنا باربع بايتات طيب خلينا نكمل اللي هي نكمل حجم البفر كان حسن شيكه وعن بالي كم كان حجم خلينا نسمي هاي pad 2 هسه نحط بقيمة pad 2 equal اللي هي دقيقة كم كان عندي صراحة نسيت النسيان كم كان 5004 أو 5004 نعم اوكي فمعناتها عندنا ايش عندنا اللي هي 5004 نطرح منها اللي هي لن لمين CMD لا ما نحتاج CMD اصلا عندنا لن للباد زائد لن او خلاص نحطهم كلهم هون باد NSEH زائد SEH هاي كلياتها راح نضربها بايش نقول بدي هذا الرقم كلياتها اوكي هذا نضربه كله بدي وخلينا نطبع اللن فعليا اوكي payload خليها نطبع اللان كمان ل خلاص معلش فصل المايك طيب خلينا بس نتأكد انه شغلنا صح خلينا هاي نسوي ريستارت يس شغل تمام طيب هاي بعثنا كله تمام هذا عمل كراش هسه اذا جينا على مثل ما قلنا Alt S ممتاز شايفين هاي الغلطة اللي هي خيمة سعيد شغلة واحدة بس اي بس خلينا نعيد شغلة واحدة بس حتى نجيبها بالضبط صح طيب هاي النكست SEH تمام واللي بعدها اللي اي نسيت اطرح الاربع بايتات طيب كان 53 معناته 47 الحاله هاي راح تصير اللي هي النكست والمفروض هاي تصير اللي هي SEH فمعناته هسه لما ننفذ
اعتقد هسه صح غلطنا باربع بايت. هسه لما ننفذ المفروض الاس اي اتش اللي هي السيات تكون وين؟ بالاي اي بي. طيب تمام، هذه الاشياء تحصل. اوكي عمل كراش تمام. الت اس ممتاز. شايفين هسه البيات والسيات عندي. هسه لو جينا قلنا F7 F8 اذا تلاحظوا الاي اي بي ايش انكتب فيها اللي هم السيات كلياتهم، يعني السيز اللي بعثناهم عملنا عليها اوفر رايت على وين؟ على الستاك، على الاي اي بي العفو. هسه تعال تفرجوا على الستاك ليش كانت بالسلايدات. خليني اجيب السلايدات بس ثواني، مثل ما قلت لكم السلايدات كثير راح تساعدكم اذا جبناها مره ثانيه. اذا تلاحظوا ليش قلنا ESP زائد 8 تمام، بس هاي اللي حاب تشوفوها. تعال نشيل السلايدات مره ثانيه خلاص. تفرجوا ESP وانتشر على EC20. هاي EC20 هنا. هسه تفرجوا وين موجوده اللي هو الادرس لمن؟ للنكست SEH. نكست SEH موجود على بعد 4 4، هاي الثامن، يعني هاي الاربع بايتات، هاي 8 بايتات هي اللي بعد. فمعناته لو سوينا بوب بوب بعدين ريتيرن، هذا وين راح يوديني؟ راح يوديني مره ثانيه نجيبها، او خليني هاي اصغرها شوي بس يمكن هاي سكرنا. هذا يعني هاي شايفين، خلينا نحطها هيك شويه. هسه احنا الاي اي بي عملنا عليه اوفر رايت بايش؟ بالسيات. احنا نريد نروح ننفذ البيات. هاي البيات وين موجوده؟ هنا. حتى اوصل لها احتاج بوب اشيل هاي، بوب اشيل هاي، وبعدين ريتيرن راح انفذ هاي. ايش موجود بداخل هذه؟ اللي هي البيات. فالبيات اللي هم انكتبوا هون على هذا الادرس. هذا البيات وين المفروض تاشر؟ المفروض تاشر لي وين؟ على الشيل كود اللي عندي. وضحت؟ العفو. فاحنا هسه نحتاج الى عمليه اللي هي بوب بوب ريتيرن. هسه طبعا عندك عده طرق انك تسوي هذا عمليه السيرش. تقدر تروح على الابلكيشن مثلا تمام، وتسوي اللي هي رايت كليك وتقول له سيرش فور سيكونس اوف كوماندز تمام، وهنا تقول له بوب ار 32، لانه احنا عندنا ريجستر ندور على بوب لاي ريجستر حجمه 32، وبعدين ريتيرن. فتقدر تقول له سوي لي سيرش على هاي العمليه. اذا تلاحظوا اللي قالنا هاي عندنا هذا الادرس بي ايش؟ بوب بعدين بوب بعدين ريتيرن. يعني لو حطينا هذا الادرس، لو حطينا هذا الادرس قبل لا تحكوا لي غلط، لا لو حطينا هذا الادرس اعرف راح تقول غلط، بس ركز لي معي. لو حطينا هذا الادرس المفروض ايش يسوي؟ يسوي لي بوب بعدين بوب بعدين ريتيرن. طبعا ليش غلط او ليش ما راح نستخدمه؟ النال بايت. اوكي فنسالي النال بايت هسه، سالي موضوع النال بايت، بس ركز لي على الفكره. هسه اعتبر هاي مو موجوده، ها اغطيها، هاي مو موجوده. ها لو حطينا الادرس ياشر لي على البوب بعدين البوب بعدين ريتيرن، ايش راح يسوي؟ راح يشيل هاي اول مره البوب الاولى، شيل هاي البوب الثانيه. وين وداهم صراحه؟ اي بي اكس اي بي بي، هذول كلهم مو مهتم بالنسبه لي. المهم لي انه يشيل الاولى بعدين يشيل الثانيه بعدين ريتيرن، ياخذ لي هذا الادرس وينفذ لي اياه. طيب ماشي حلو، بس هذا ما نقدر نستخدمه. طبعا اذا تلاحظوا لو رجعنا كل الـ الادرسز اللي بالفرن سيرفر ما نقدر نستخدمها. ليش؟ لانه كلهم بهم النل بايت، كلهم اصلا يبلشوا ب 004، معناته ما نقدر نستخدم هذا. هذول حلوين، هذول كيرنل 32 الى اخره، هذول كل كثير حلوين ممتازين، يعني لا مو ممتازين عفوا، حلوين بس مو ممتازين. هسه ليش حلوين بس مو ممتازين؟ حلوين ما بيهم باد كاركتر، بس مو ممتازين لان هذول عليهم اي اس ال ار، هذا ويندوز 10. فمعناته الادرس اللي، خلينا ناخذ مثال، خلينا نروح على واحد، والله خلينا نروح على واحد ونعمل السيرش كمان مره. هسه هذا الادرس هاي بي بوب اي دي اي بوب اي دي اي ريتيرن، ممتاز. لو اخذت هذا الادرس اللي هو 77 1 بي 0 بي 00 واستخدمناه،
طبعا ايضا بنال بايت، بس انسوا لي النال بايت هسه، او خلينا نشوف اذا في واحد اخر ما بنال بايت. شو الحظ هذا يطلع عندنا نال بايت، شكله ما في الا هذا. طيب خلينا نشوف بموديول ثاني مثلا، هذا ايش عندي بوب اب ريتيرن، هو ممتاز هذا. يلا ها عشان ما تقولوا جاب لنا ابو النال بايت، لا هذا ما بنال بايت. 75 دي بي 52 دي اي ايش بيهم بوب ريتيرن بوب اي بي اكس. هسه مثل ما قلت لكم اي بي اكس اي سي اكس اي دي اكس الى اخره، هذا وين يسوي بوب صراحه مو مهم عندي، هذا مو مهم بالنسبه لي، يهمني ان اسوي بوب الاولى بوب الثانيه وبعدين اعمل ريتيرن، هذا السيكونس اللي احتاجه. بس ايش قلنا مشكله هذول عليهم اي اس ال ار، العفو اي اس ال ار، فبالتالي اذا استخدمتهم وهذا الجهاز سوى ريبوت هاي الادرسز ايش مالها ما راح تكون نفس الشيء. ليش؟ لانه كل مره راح ياخذ ادرسز مختلفه، فعناته ما راح نستفيد منهم. فاحنا ممكن نروح لوين؟ على الاي اس اس فانكشن. هسه ممكن هذه العمليه نسويها من خلال منى، اوكي؟ طبعا مثل ما قلنا احنا ممكن نسويها بشكل يدوي مثل ما شفتوا سوينا سيرش بسيط، لكن منى ممكن تساعدني بعمليه السيرش، فخلينا نستخدم منى اصلا احسن لي. منى اي اس اتش لو نفترض ما تعرف كيف تستخدمه، لو سويت بس منى اي اس اتش راح يسوي اي اس اتش على كلياتهم، لكن احنا نريد موديول محدد، احنا نريد ايش؟ موديول محدد. فخلينا نروح على الام يعني الاكسكيوتابلز، واحنا نريد يسوي لي سيرش وين؟ ب هذا اللي هو ESS.func.dll. خلينا نسوي سيرش بهذا الموديول، خلينا نسوي سيرش بهذا الموديول. طبعا شغال خلص ممتاز. خلينا نجي على منى، وين موجود منى؟ منى هياتها منى. اوكي طيب هذا الـ SEH تعال نتفرج عليها، خلينا نكبر هاي، خليني اشوف نكبر حجم الخط عشان الشباب ما يزعلوا علينا. ها هذا الخط صار كثير كبير، خلينا نشوف حاجة 14. يلا ماشي حالها. هسه تفرجوا على هذول الموديولز، اذا تلاحظوا هذول الموديولز ها بيقول لك وين البيس، وين التوب تبعته، السايز. اذا تلاحظوا بالذات هذا الموديول، خلينا نركز على هذا لان البقيه قلنا عليهم اي اس ال ار. هسه اذا تلاحظوا هذا الموديول ايش عليه؟ ريبيس ما عليه، سيف سي اتش ما عليه، فمعناته هذا الموديول ما راح يسوي تشيك انه الادرسز تبعت الستركتشر اكسبشن هاندلرز موجودين يعني مسبقا مثبتين عنده ولا لا. ليش؟ مو مفعله هاي، يعني هاي العمليه مو مفعله، بينما كل الموديولز الثانيين ايش مالهم مفعلين، باستثناء طبعا هذا الثاني مو مفعل اللي هو ايش؟ اللي هو الابلكيشن نفسه. فاذا تلاحظوا الاكسكيوتابل نفسه والدي ال ال المستخدم ويا مع او ويا بكيفكم حسب اللهجه حسب اللغه اللي تريد تفهمها. اوكي تلاحظوا هذول الاثنين هم مو مفعل عليهم ايش؟ اللي هو سيف سي اتش. فبالتالي اي عمليه تشيك على انه هل هذا الـ SEH handler it's safe to be taken ولا لا، safe to be taken يعني هل هو آمن انه انفذه ولا لا، ما راح نعمل عليه تشيك. ليش؟ لانه ما عليه اصلا safe SEH، وطبعا ما عليه SLR وما عليه NX compat، وهو ايضا ليس OSDLL. فمعناته خلينا نشوف انه بس ادرس منا، فعندي هذا الادرس اذا تلاحظوا يسوي لي pop EBX pop EBP وريتيرن، ممتاز هذا اللي احنا نريده. فخلينا ناخذ هذا الادرس ونشتغل عليه، خلينا ناخذ الادرس وايش نسوي؟ نشتغل عليه، خلينا نعمل ريستارت ونروح نعدل الكود. بس هالمره راح نحط هذا الادرس حتى نحط بريك بوينت، نحط هذا الادرس ونحط بريك بوينت، بس هالمره سي بي لهذا ونسميه دي وفي اي ام لدي. وهالمره بدل الـ SEH هاي ايش راح نسوي؟ راح نحط اللي هو هذا الادرس. فخلينا نضيف الادرس بشكل صحيح، عندنا سلاش اكس بي 4 سلاش اكس 10 سلاش اكس 50 سلاش اكس 62. ممتاز هذا اللي هو، خلينا نكتبها اللي هي الادرس ل pop return. اوكي
حاليا ما راح نعدل اي شيء ثاني، بس راح ننفذ هذا الكود. فهسه بايثون وننفذ دي. ايش قال لي؟ ثواني والله شوف اي بايثون شو. اوه اوكي تمام. طيب تمام سي تمام نفذ، بس كانت مشكلة بايثون لانه بالبايثون 3 ياخذها از بايت. طيب عمل الاوفر رايت وايش نريد؟ ايش نريد؟ ايش نريد؟ ايش نريد؟ نريد اللي هي ان خلينا نشيك ال هذا الهاندلر تبعنا. فسوى كربت للانتري. طيب خلينا ننفذ والله ثمانية. في عندنا حاجة غلط. طيب خليني اسوي ريستارت وارجع اتاكد ان الكود اللي نفذناه هاي 62 50 10 بي 4 10 بي 4. خليني بصراحة استخدم بايثون 2 وريح راسي، خايف انه موضوع انكودينج، خايف انه موضوع ايش اي بي 4 10 50 62. اي والله الكود ما في شيء غلط. طيب هسه والله انا بدون اوكي. طيب هسه السي اتش بس هاي تلاحظوا عمل عليه اوفر رايت. ممتاز ممتاز. طيب خلينا نفته F7 F8. وين صار؟ صار بالاي اي بي. وين يأشر؟ على البوب بوب ريتيرن. هسه معناته بس نسوي F7 شالت اول 4 بايت، F7 الثانية شالت ثاني 4 بايت. هسه الريتيرن هذه راح تكون وين؟ بالاي اي بي. وهذه تأشر لي وين؟ على اللي هي الشيل كود المفروض الديات اللي عندي. احنا حطينا ديات، خلينا نحط بيها ايش؟ خلينا نتفرج والله حتى قبل أن نحط حاجه بيها، خلينا نتفرج نشوف. اوه عندنا مشكله، عندنا مشكله، عندنا مشكله. هسه اذا خلينا مثلا بهاي خلينا مثلا اذا تلاحظوا طبعا هذول هاي الاربع بايتات هي الاربع بايتات لايش؟ لا النكست سي اتش، هاي للنكست سي اتش، بس طبعا هم مصفطات هيك لانه يعني ال 42 هي عباره عن انكريمنت اي دي اكس الى اخره. ايضا اتفرجوا على هذول هم ترى هاي لحد ال 62 يعني البي 4 وال 10 وال 50 وال 62 هم الاربع بايتات اللي عملوا اوفر رايت على من؟ على الاسي اتش. وبعدها عندنا اللي هم الايات، العفو الديات العفو بعد الديات. لكن عندنا مشكلة هسه تفرجوا على هاي من هذا الادرس FFD7 الى FFFF المساحة اللي عندي اياها هل تكفي اني احط بيها شيل كود؟ الجواب لا. هل تكفي اني احط بيها شيل كود؟ الجواب ايش؟ الجواب لا.